السلام عليكم. طبعا مفيش حد ميعرفش فيلم كارز، الفيلم اللي كان بطولته السيارة لايتنج ماكوين أو برق بنزين زي ما عارفين، وهي سيارة السباق ذات الشخصية البطولية اللي بتخاطر بكل شيء في سبيل النجاح والشهرة. وفي الفيلم ده ظهرت سيارات بأشكال مختلفة وماركات معروفة، ودلوقتي هنتكلم عن أشهر السيارات اللي في الفيلم ونعرف ماركتها وأشكالها في الحقيقة. فياريت تعمل لايك واشتراك للقناة وتكمل الفيديو للآخر معانا. فيلم كارز الفيلم الأمريكي اللي قام بكتابته جون لاستر وجون رانفيت، واللي أنتج عام 2006. الفيلم حقق نجاح وشهرة كبيرة، وعشان كده تم إنتاج أكتر من جزء منه، وكمان تم دبلجته باللغة العربية وباللهجة المصرية. وكل جزء من الفيلم كان بيتكلم عن حكاية من حكايات برق بنزين مع أصدقائه من السيارات، وكان بيحصل ما بينهم مواقف مضحكة كتيرة جدا. واشتهر الفيلم باسم برق بنزين أو وش سلندر. من أشهر السيارات اللي موجودة بالفيلم سيارة سالي، السيارة المحامية اللي بتعيش في المدينة الريفية وبتهتم بمدينتها وتساعد سكانها، وهي صديقة لبرق بنزين، كانت بتحضر معاه سباقات كتيرة جدا وبتشجعه فيها. والسيارة دي نوعها بورشا كاريرا، وده شكلها في الحقيقة. سيارة سارج، سيارة الجيب العسكرية اللي صارت في القرية الريفية واللي بتقوم بدور جندي عسكري قديم، وده شكلها في الحقيقة. الشاحن أماك، وهي المسؤولة عن نقل برق بنزين من مدينة لأخرى لحضور السباقات، هي شاحنة مميزة وضخمة وتحمل جوائز برق بنزين، ماركتها هي ماركة ماء. الباص في المور أو فول تانك، الباص ده ظهر بألوان جميلة جدا ومميزة عن أي سيارة تانية ظهرت في الفيلم. الباص ده ماركته فولكس فاجن، وهي دي صورته. سيارة ستريب ذا كينج، السيارة المنافسة لبرق بنزين في السباقات، والسيارة دي نوعها كورفيد وكانت منافسة جدا لبرق بنزين. السيارة المسنة ليزيا، هنا ربط المؤلف بين عمر الشخصية وموديل السيارة، عشان كده استخدم سيارة كلاسيكية قديمة كسيارة مسنة في الفيلم. الإيطالي لويجي، صاحب المتجر الكاوتشات في القرية الريفية، والسيارة دي نوعها فيات 500 قديمة، وهو ده شكلها. سيارة الكاوبوي اللي بتشجع برق بنزين في السباقات، ودي سيارة كاديلاك قديمة. الشرطي الشريف، الشرطي الموجود في القرية ومسؤول عن حمايتها وتنفيذ القوانين، ودي سيارة شرطة أمريكية في الحقيقة. دوك هيتسون، سيارة سباق متقاعدة وكانت مسؤولة عن تدريب برق بنزين والاهتمام به في القرية في السباقات في القرية الريفية، وهي سيارة كلاسيكية أمريكية. مايتر، طيب جدا ومرح ومحب للآخرين، شخصية كوميدية وصديق لبرق بنزين وبيحب يساعده. معلق السباقات، هو سيارة فورد ماستنج قديمة، وأما سيارة برق بنزين هي سيارة سباق سريعة، وهي من وحي خيال المؤلف، ومن صفاتها مغرور ومتكبر ولكن تعلم الكثير من المدينة الريفية. وكمان هيظهر صور كتيرة لسيارات وشخصيات كانت ظاهرة في الفيلم ويظهر صورها في الحقيقة، وجدير بالذكر إن سيارة الريلاند روبن ظهرت في الفيلم. ياريت عجبكم الفيديو ده، ياريت تحطوا لايك ويارب يكون عجبكم، وريت تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد بينزل على القناة. وياريت لو عايزين تعرفوا أي حكاية عن أي عربية تكتبولي تحت في الكومنتات، ومع السلامة.